السلام عليكم اخوتي المغاربه، السلام عليكم. معكم عائشه الملقبه بغوير. اليوم بغا ندير واحد الفلوق معكم، يعني بحال روتين اليومي. بغيت نوريكم شنو تقديت، خدت لي الصوت انا. سير لي وقلت لي حوايجك وريني احنا يلا دخلنا انا وبنتي. دخلت انا وريتاج، يلا دخلنا حطيت 3000 درهم، حط يعني 1000 درهم و 600 درهم وشي حاجه اللي حطيت باش نتقضى الصوره يا اختي. قال لك في الحوايج قال لك كازا، ها هي ما عرفتش مكتوبه هنا ولا المهم هاي حطيت تقريبا 3000 درهم تقريبا مع نوريكم شنو شريت. تقديت داكشي ديال الماكلة. اوكي نجيبو كرسي. سيري لا لا قول على بركة الله. عندي هنايا هذا شوكولا، شكرا. عندي هنايا الخبز، عندي خبز ديال هورغورغر. هذا واحد لي ماسك شريته، هذا اللحم ديال هذه واحد الطاط، هذه جوج دجاجات صغار، هذه شريحه، هذا واحد العيب بحال الرمز. بقاو معايا خوتي، هذه ما شنو الدفق ليا، شكرين الدفق ليا. هذا شريت هاد نيفي، هذا كبير تا هو، هادو ديال العيش باش كيصايبو شو سميتها تاكوس داكشي. هادو جوج دي دوغون شريتهم ديال العرق، نخليهم هنايا مع نيفيا هنايا. شريت يطرو ديال الحليب. الله هذا واحد الماء ديال الورد، نخليه معاه هادشي. الماء ديال الورد، هذا واحد التمر، هذا باش هذا بحال دانون تنصايب فيه، كنصيد منو شلايب وداكشي. هذا الطون بكيات هنايا ديال الطون، كوفيتير قاعة كبيرة، قاعة ديال المطيشة. هذا آملو ديال زاكورة ديال اللوز، هذا شوكولا نوتيلا، هذا واحد قاعة زيت العود، هذا واحد المول ديال الدجاج كيدخل في الثلاجه باش نصايب كيكه، شريته مدور. هذا مول ديال الدجاج كيدخل، هذا واحد لانشون، هذا واحد العسل، هذه واحد كوكا، هذه واحد قرعه الزيت العافيه، قرعه الزيت، هذا واحد سكر صغير، هذا شو سميتو بحال الجنجلان، لا يا ربي بحال كيديرو بيه سلو، داكشي شريتو كيتشرب في البرد وداكشي. هذا حب برشاد مزيان تاكلوه مع التمر، حب برشاد كيقوي شو سميتو بحال دابا المرأة اللي بغات تولد، الوالدة كيسخن الوالدة حب برشاد كديريه مع التمر وكتاكليه. شريتو. هذا واحد الفريز كندير بيه ديسير، هذا صابون، هذا واحد البسكوي كندير بيه شلايط وداكشي، هذا الزيتون ديال الزيتون باش كنصايبو نعمرو داكشي،
هذا الزيتون ديال المرقه حتى هو هذا مشمش يابس ناشف هذا كيوي هذا الزبيب هذا واحد الكمامات شريته انت هذا شو سميتو هذا بعوض هذا مقيطات شريته من الريتاج باش ديال الريتاج باش نبقى نصايب لها شعرها هذا واحد البنات هذا خبز هذا واحد الخبز تغسل كلشي تغسل على الحار البنان شريتو شكرا المغاربة اللي كيديروا لي ابوني و كيديروا لي جيم شكرا ديروا لي ابوني و ديروا لي جيم بابا اخوي هذا واحد المبرد شريته من قنطره بيدي دي بابا دي انا دي بابا انا صافي اختي ما جمعتش لا بقاو معايا حيت غنشترك فيديو في فيديو أو هذا فلوك السلام عليكم معكم عائشة ملقبة بهويان اليوم تقديت دابا جمعت السلام عليكم معكم عائشة تقولك معكم عائشة وانا غنشد فيديو ونلاقي مع الفيديو بقاو معايا دابا اول حاجة غنديرو طيب غدا بزاف طيب غدا بصير احتاج بصلة بصلة أو معايا نقلب الموس أويلي عندي هنايا بصيلة هاهي عندي هنا بصلة طنجرة نغسلو الطنجرة بحال هكا نغسلو الطنجرة بحال هكا بالليل غندير لكم ماسك واحد الماسك زوين ديال الوجه غادي ندير لكم بالليل كيعطي نتيجة واعرة بالليل غادي نديرو ليكم العشية نقدر ندير لايف نديرو لكم في لايف مشيت اليوم نقيد بنتي في المدرسة هضرت مع المديرة وكلشي قالت لي خصك تعمري لي شي وراق مع انا ما قريتش الفرنسي واخا مع انا ما قريتش الفرنسي قلت لها واخا تنشوف واحد السيد يدخل لي باش نبدا المدرسة دراسة زوينة ديال الفلوس 550 درهم الشهر و1000 درهم ديال لوسانس ولا شنو قلت لها صافي واخا عندنا الزيت هنايا باقا جديد هادشي اللي شريته خويا شوية الزيت زيت عافية ندير الزيت نديرو لوحة هاد البصلة هادي خلو طيب مع داك الزيت ايوا ايوا صافي نخلي البصله طيب شويه
لينا واحد اللحم قال لي الا بغيتي ديري الطنجيه. قلت لي اه بغا ندير الطنجيه، ولكن انا ما غاديش ندير الطنجيه، انا اختي غنديروا واحد الاكله خاصه بيا انا. خديت اللحم بقاو معايا نغسلو ونقادو وخليتها تطبل البصله عند اللوحه بقاو معايا. بقاو معايا نضرب واحد الجفيفه حيت انا شغلي خفيف. لا البصله اللحم ديروا عليه العطريه وداكشي. هانتوما عندي هنايا شويه ديال الملحه بلاتي، عندي هنايا شويه ديال الملحه، عندي هنايا الزهر، فلفل احمر، شويه كمون، شويه كركم، غنضو هادشي بلاص هادشي بلاص. دابا ندير شويه د الربيع نحركو يتقلى داك اللحم مع العطريه نخونها نسدو عليه. ندير شويه د الربيع نردو نسدو عليها ونوريكم الديسير. غندير حتى الديسير اليوم، غنتغداو غدا زوين انا وريتاج. باش نقرض عليها الديسير اللي غنديرو. اجيو هنايا بلاتي بخوتي، نحاول انني نقرب الكاميرا بحال هكا باش نصايب معاكم الديسير. بقاو معايا نمشي نشوف المونجي.
وي اللي خليت الكاميرا محلوله. شنو ندير اختي؟ المهم عندي هنا واحد الليمون، عندي هنا ليمون جلونات ربو هذا بلاصتو. قبل ما ندير الليمون، قبل ما ندير هذا، عندي واحد المشماش ناشف هو اللي غنديرو مع اللحم. ها هو شتو، غادي نغسلو نديرو بزافة، نديرو بزافة نغسلو هو اللي غادي نديرو مع اللحم. نحطوه بحال هكا شويه كينا انا ريتاش قوم. المهم غسلناه مزيان العاده، او غسلته حتى يطيب اللحم، او غسلته حتى يطيب اللحم. هاد اللوحه، هاد اللوحه في اللحم. دابا غنصايبو الديسن. عندي هنايا فخاز، عندي هنايا اربعه د الفرازات. ريتاش جلسي اش كدير انتي؟ عندي اختي هنايا، هذا غنحتاجها وحده نخبى، هذا بعويد غنحتاجها وحده، غنحتاج غير وحده. كاينه انا وليد لاختي، خليني ندير جوج انا وليد صافي. وغادي نحتاج هنايا، نحتاج هنايا كيوي، عندي هنايا كي وا خليني، عندي كيوي، عندي اختي الفريز، عندي الليمون، عندي بعويد. بقاو معايا نوريكم الديسير اللي غنصايب. والبنان يا ربي بقى خوتي، انتم شوفوا هذا هو الديسير ديالنا باش غنصايبو. بقاو معايا، بقاو معايا. لا اله الا الله محمد رسول الله. بنتي اختي دايره لي الطاجي ديال الصباح. بقاو معايا باش نوريكم الديسير اللي غناكل انا وريتاش. هاد المول شريتوها قبيله، شنو هذا؟ هذا المول شريتوها قبيله، شريتو قبيله باش ندير به كيكه. علاش ما نوضش ندير به؟ شنو هذا؟ كيكه. كانوا دايرين ليه شي حاجه هنا شفت. انا عارف اسمو هذا مول، هذا المول شريتو قبيله. علاش ما نديرش اختي فيه الديسير دابا؟ بقاو معايا. اول حاجه نبداو بها هي الفخاز. عطيتك ريتاج، عطيتك نصايب بيه، نصايب بيه دابا نعطيك. شدي سيري ريتاج حيدي من قدامي، سيري انا خدامه واخا بلاتي. هانتو انا الفريز بحال هكا، نقردو بحال هكا. نقرط الفريز بحال هكا. كاين طنجاوي تيقولوا لها الفريسه، الناس ديال كازا الرباط كيديروا تيقولوا الفريز، الناس ديال طنجه تيقولوا الفريسه. نقرضوا الفريسه بحال هكا، كاين اللي تيقول لها، كاين اللي تيقول له الفريز، كاين اللي كيقول له الرفي. بغيت نقول لكم الرفيسه. شنو تيقولوا لها طنجاوي؟ تيقولوا لها فريسه، فريسه. عقلوا معايا ملي يقولوا لكم في طنجه هاد كيوي طايب. بانت ليا بغيت انا بالعاني اختاريت داكشي اللي طايب باش اختي الا بقى لي في الثلاجه غيخسر ليا. والله ما خرجاش عا طايبه. هانتوما كيوي مزيان، تعجبني كيوي طايب، الا كان قاصح كيجيني حامض. هذا كيوي يا الله يا الله. هانتوما حتى داك العظام اللي كانوا فيه تيبقاو شي بانو ملي تيطيب تيجي حلو كيجي زوين. ما تيبان. المهم انتوما نغسلو اختي يدينا. انا اختي باغا ندير واحد الاكله، واحد باغا ندير لكم واحد الديسير زوين 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 والله حتى زوين اختي. انا كنديرو ديما هاد الديسير ما غتلقاوش عند شي واحد زوين وصحي.
ريتاج بغيتي بنانا؟ اجي تنبغيش نعطيها حتى ناكل، تنقول زعما حتى نبغيو ناكلو باش باش تاكل مزيان. حيت يا اختي الا بقيت كنلق ندير لها داكشي ديال اللمقه ما غاديش تبقى تبغي تاكل. صافي يلاه سير. الدجاج ديالنا يا ربي اللحم ديالنا راه تيطيب. حنا دابا كنديرو كندير انا دابا تندير شو سميتو انا دابا كنصايب الديسير باش تشوفوه كي داير وتبقاو ديروه لولادكم ولازواجكم راه صحي ومزيان. هاد الديسير اللي غندير انا دابا هذا بعويد نحيدو ليه القشره بحال هكا. بقاو معايا باش ما نطولش الفيديو نبقى لكم بلاش ندير وحده قدامكم بعدا بحال هكا. هانتوما بعويد مع صحيح كنحاولو نرقوه نديروه رقيق. خوتي الديسير ديالنا ها هو قردناه شوفو فيه مزيان. دابا غندير داكشي. قوم معايا كيما كتشوفو عندي الشريحة هنايا كرموس. شتو تقولو ليه هذا يا اختي؟ معرفتش شنو كيقولو ليه الناس. حنا كاين اللي كيقول ليه كرموس كاين اللي كيقول ليه الشريحة. انا غسلتها غادي نحطها هنايا بحال معرفتش يبان لكم هادشي ولا لا. هادي خصنا نحيدو هادشي. انا اختي غنحطوها هنايا صافي غير شويه ماشي بزاف غير شويه. نجيب عاوتاني التمر. اختي هاد التمر شريته قبيله هو كاتبين فيه تمر دواحه ولا ما عرفتش من شنو مدينه. هادي ما عرفتش من مدينه اختي. خديته من الصويره هاد التمر. هذا غادي ندير ليه بحال هكا. غسلو يا ستي يا بنتي سكتي غضربي ليا الفيديو سكتي. ها هو التمر شريتو غادي ناخد شويه. بقاو معايا التمر زوين عندهم التمر. انا نعطيك هاد بلاتي نصي بلاتي اختي كتقهرني بنتي. هانتوما غادي نديرو هنايا باش نغسلو. غنغسلو نعطيك خليني نغسل كلشي كنغسلو انا. وسكتي نغسل ناري اختي. الفيديو ديالي غادي تضرب. الله يرضي عليك عرفتي شنو تندير ليا؟ ملي كنكون خدامة كنحلف عليها كنقول لها شوفي كنكون خدامة متجيش عادي تديرها ليا بالعافية اختي. بلاتي نغسلو. ها هو غادي نغسلو بلاصتو. غير صبري غنعطيك كلشي غير سكتي متهضريش. هاكي هاد التمر راه متاكلوش غير ديك الوحده. هاكي يلا سيري لي يلا سيري هو هاد المطبخ سيري لي. كون تنبغيش انا نكون خدامه نغسلو دابا هاد التمر. هدا نغسلوه مزيان. نحطوه هنايا مع هاد الشريحه هادي. طولها يا راسها وغادي نمشي ناخذ عاوتاني حاجه اخرى. هذا وقيل النافع. بلاتي نوريه لكم باش تعرفوا. هذا بحال فيه نكهه زوينه بحال كديروا سله بحال فيه نكهه واعره كنحمق عليها. غنديروا بحال هكا كيديروه الناس الاغلبيه كيديروه في الشباكيه في السلو في الفقاص. انا كيعجبني تنحمق عليه وهو اصلا مزيان.
حاجه اخرى كمان عندي هنا حب برشاد حاجه مع راسي مشيت لهذا عندي هنا حب برشاد راه حتى هو مزيان تدخل الوالد على داك الشيء الناس اللي باغيين يولدوا صافي نشلو واحد شويه قوي هنايا ندير معاه التمر وداك الشيء قوم يعني تشوف الطريقه انا كنغسلو حتى انا موصل في كل شيء وما عنديش الصفان هذا المشكله كنقلب على عندي صفان بالنسبه لي ديك الشبيكه لا طاح ليا بنتها لا لا طاح ليا حيت هو خير الله ماشي مشكلة صحيحة درتو هنايا شوفي درتو هنايا ولكن اختي راه من الفرشة اللي في الأرض ماشي مشكلة حيت أنا اختي الوسيطة كلشي كنغسلو كثير وصغير إيوا هانتوما شوفو بنتي علاش كتجي عندي بقاو معايا استغفر الله العظيم هانتوما شوف حب برشيد وشو سميتو وداك هذاك شو سميتو بحال اختي ما عرفتش سميتو نافع المهم انا كيعجبني دابا ندور نقيو التمر بحال هكا ونديرو هكا انا هاد الديسير كنديرو صحي مزيان 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 للدراري مزيان للكبار الصغار زوين كلشي صحي فيه الفوائد كاينين هنايا هادوك صحاب لاصال داكشي عجبهم هادشي اللي كندير دابا نقطعو هاد الشريحة كرموس يابس الشريحة كل واحد شكي كلها عاد تتقطع تتولي بحال هكا كديرها تاهي المهم تكون رقيقة بحال هكا دابا داكشي ديالنا تيطيب اللحم وهادي قوم معايا باش ما يبغيش يزيد ديالنا ها هو صايب ليه نحيدو هادشي قوم معايا نحيد هادشي أو لا لا ديسير ديالنا ها هو قوم معايا عندي هنايا واحد بحال فاني ولكن محلوش عادي محلو شويه هذا حلو انا نحاول ما نديرش السكر باش هذا الشيء يجي زوين اللي بغى يدير السكر يديرو انا ما غاديش السكر لان الديسير حلو وهذا فيه شويه الحلاوه مزيان انا ما غاديش ندير خوتي السكر بقاو معايا حلو ولا لا ولا زوينة زوين اجي فين انا فين 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 هاكي يلا سيري خليني نخدم يلا
هذا راه حلو. حلو واه حلو. نديرو السكر. الا شريتو هذا، الا شريتو هذا ما ديروش ليه السكر، فيه السكر. فيهم وكملي كيجيو عندكم الضيافه في العائله ولا شي حاجه بحال هادو كديروا فيها الديسير كيجي زوين. انا ما غاديش نحط هادو حيت كاينه انا وبنتي، وبنتي كتهرس القلب اختي على شي تبصيل ولا ناكلو من القلب على شي تبصيل نتشاركوا فيها انا وياها. هانتي اللي جاو عندكم الضيافه وهذا اللي جاو عندكم واخا اللي جاو عندكم الضيافه حطوا في هذا كيجيو زوينين ديسير يعني مور حتى كتحطوا اللحم وداك الشيء حتى الاخر عاد كتحطوا هاد الديسير. انا ما تبغيش نستعمل هادو ونخبعهم اختي، لا يا ربي غنستعملهم باش نوريكم الديكور. المهم نحركوا هاد الشيء مزيان. عرفتي عرفتي هاد الديسير هذا خاصك تشد عليه الطياره وتسافر عليه. والله هاد الديسير شي بحال هاد الديسير تلقاها في تكساس امريكا قليل تلقاها في المغرب. ديسير خطير. قولوا لي قولوا لي منين قلت هاد الديسير هذا ما نقولش لكم. خطير وصحي بالنسبه للنساء، النساء اللي تيبغيو يولدوا درت لك النافع، درت لك حب رشاد، درت لك التمر، درت لك شتنيته، درت لك الشريحه، درت لك داكشي. اوكي اختي شنو نقول خطير خطير. نوريكم الديكور ديالي ها تيجي زوين حق الله، لا تيجي خطير خطير. المرقة ديالنا هاهي عندي هنايا مشمش ناشف غنلوحة نلوحة بحال هكا نسد عليه نسد عليه ونديروه فوق البوطة نخليه يطيب. كما كتشوفوا نبدا نعمر Let's go.
ناخذوا هاد الشوكولا ديال البومبوك. لا راه كنتي شكلاط ما غاديش تغداي، انا بغيتك تغداي ريتو هاد الشكلاط. راه غنديرو انا بشي بواطا باش كل نهار ناخذ شويه شكلاط زوين كنقطع بلاش. اولا لا تقطع هذا هاو الشكلاط زوين ديال البندق. ناخذوا طبسين اللحم ديالنا. اللحم ديالنا راه طاب. بقاو معايا تنوريكم التقديم. هذا اللحم، اللحم ديالنا. سكتي يا بنتي جلسي. بقاو معايا نوريكم خوتي المغاربة، اخواني الجزائر، المهم العرب، دول العرب كلهم. كما كتشوفوا انا دابا طيبت غدائي ديالي. غدائي هذا ديسير، هذا لحم بالمشماش يعني يابس. الطبق المهم هذا الطبق هذا كنتمنى يعجبكم، وشكرا. هادشي كامل صحي ومزيان، كنتمنى انه يعجبكم وشكرا. وغنصوروا ونحطوا لكم في الواجهه. هاد الديسير كتحمق عليه ريتاج، واللحم كنحمق عليه انا. كاميرا كنديم بغيت نشري ديك الرينغ لايت، ولكن اختي مع دايره ما ديوش عليا، دايره شو سميتو، دايره الثومه في عينيا، في شفاري كتهبط ليا. ها دايره الثومه باش شفاري طوالو. المهم عندي واحد الماسك زوين غنديرو لكم في العشيه، كنتمنى يعجبكم. والغدا ديالنا راه هو هذا، راه صايبتو، كنتمنى حتى هو يعجبكم الغدا، راه زوين. بابا باي، قالت لكم ريتاج باي باي. بوي بوي باي 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 باي. يلا سير خصك تنام. سلامة سلامة. باي باي. بلاتي نقاد لكم الكاميرا. لا لا رينغ لايت عندي خاصة. المهم اخواني المغاربة كنشكركم بزاف، وكنتمنى ان هادشي يعجبكم، وعافاكم دعموني وديروا لي لايك. دير لايك وشكرا. شكرا 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 شكرا. دابا غنحطو الخبز انا وريتاج. انا غنحطو انا وريتاج الخبز انا ونتغداو. ريشاش هذا راه ديال الزرع، هذا كومير ديال الزرع زوين تيجي. نديرو في الفرن، نديرو في الفرن.
يدير. ما عرفتش قلتي واش خاصها تبان ولا لا. المهم شكرا، كنتمنى ان هذا الشيء يعجبكم. بابا بابا وي باباي بابا. هذا دي سير زوين بشوكولا وباللي شنو سميتو بالفريز وكيوي وداك الشيء كلشي مجموع فيه. كنتمنى ان هذا الشيء يعجبكم. بون وي صافي. كنتمنى ان هذا الشيء صافي. كنتمنى ان هذا الشيء يعجبكم وشكرا شكرا. ديروا لي ابوني، ديروا لي جيم لايك. قولي ابوني ديروا ابوني وديروا جيم بليز 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 بليز. دولي ابوني دولي جيم وشكرا بزاف. شكرا للمغاربه شكرا شكرا شكرا.